بشكل ممتاز مرورة جانس يتقدم الآن في الطرف الأيسر. خطيرة خطيرة خطيرة. الله الله الله. كايكي رودريغيز بشكل رائع جدا في اللقطة الماضية ينجح الخور في الوصول مع خواتيم شوط المباراة الأول مع الدقائق الأخيرة اللحظات الأخيرة. كايكي رودريغيز البرازيلي شخصيا هدفه الأول بقميمة الكل من اليوناني جيانس. شوف لما تقدم وكسب. يا سلام يا سلام على التمريرة. يقول له حطها في جول يا كايكي. كايكي ما كذب بشكل رائع بشكل ممتاز. الكرة في شباك الغرافة. الفور يصل الفور يسجل الفور يتقدم هنا الآن. يلعبها ساقطة خطيرة ما زالت قائمة للخور. جانس جانس في الطرف الأيسر. جانس محاولة المرور يلعب كور. الله يحتسب لمصلحة الخور. إي نعم إي نعم. ما له علاقة بالتسلل أساسا. كايكي رودريغيز كان خارج نطاق اللعب تماما. الهدف يحتسب لمصلحة الغرافة اللي هو الآن ينتفض في خواتيم الشوط. أنس الفاضل يسجل الثاني وانتفاضة لمصلحة الخور لسكان الخور مع أو خواتيم الشوط سجلوا في الدقيقة الأخيرة الأول ثم سجلوا في الوقت بدل الضائع. أنا كنت أتحدث أن هل يسجل في الوقت بدل الضائع الغرافة لتعديل وفي توقيت رائع الآن الكرة الثابتة القادمة وركلة الجزاء القادمة تأتي لمصلحة الغرافة. الجزائري سفيان هاني يتقدم للتنفيذ والشاب علي نادر في مرمى في الكرة الثابتة القادمة لمصلحة الغرافة. سفيان من ركلة الجزاء. سفيان قوية في الشباك قوية في الشباك. سفيان هاني يقلص الفارق الآن للفهود من نقطة الجزاء بعد العودة إلى الفار. احتسبها حكم المباراة والغرافة يسجل أول الأهداف يسجل أول الأهداف. يقلص الفارق الآن نادي الغرافة إلى 2-1. هنا سفيان نفذ بشكل قوي الكرة في الزاوية والحارس في الزاوية الأخرى وهدف. ركلة ركنية تأتي تلعب على القائمة الثانية تعود. الله الله الله. الفرسان مجددا الخور مجددا في الضربة الثالثة في الهدف الثالث في الكرة الثالثة التي تهز شباك الغرافة. الخور يسجل ثالث أهدافه من ركنية هذه المرة. شوف على القائمة الثانية هيئت رافائيل. يا رافائيل يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على متابعة اللقطة الأخيرة في الشباك من أمام سعيد الحاج. يسبق سعيد رافائيل. يا سلام يا رافائيل بشكل رائع بشكل مميز. الكرة في شباك الغرافة ثالث الأهداف للخور ثالث الأهداف للخور. تصبح النتيجة إلى 3-1. الخور ناوي إلى سفيان هاني. عرضية يا باتي. شيخ دياباتي يظهر في وقت متأخر متأخر للغرافة يقلص الفارق الآن يسجل ثاني الأهداف يسجل ثاني الأهداف. هذا المشجع الغرفاوي المحب للفهود يستحق أن يتحصل على السعادة في هذه المباراة لكن لا يحصل على هذا الأمر حتى اللحظة. هنا دياباتي هنا دياباتي يظهر أخيرا في استغلال قدراته. يعني انقضت منهم ثلاث تبقت واحدة. يا سلام يا جانس يا سلام يا جانس. الله 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 الله. يقضي عليهم جيانس بهذه الكرة بهذه اللقطة. يا سلام يا سلام يا سلام. هو لوحده من فعل كل شيء في الكرة الماضية. شوف الطرف الأيسر سعيد الحاج معاه ما قدر عليه مر نقل العرضية. سيف الدين بالخطأ بالخطأ. هي الكرة خطيرة الكرة خطيرة. يعني المدافع خلاص في هكذا وضعية وبهكذا عرضية هو في خبر كان المدافع في حال